اهلا بحضراتكم من جديد. شرفني نوراني في الاستوديو واحد نجوم مصر ونجم النادي الاهلي ورئيس عدد ناشئين في نادي مصر للمقاصة. هنتكلم معاه في كل شيء سواء كرئيس قطاع ناشئين او هنتكلم ايضا بشكل عام على النادي الاهلي ومشواره واستعداداته للقاء انبي ان شاء الله بكره في بطوله الدوري العام. الكابتن محمد عبد الجليل، ازيك يا نجم؟ ازيك يا عمر؟ اخبار حضرتك ايه؟ منورنا يا كابتن. والله انا وانت بتقدم المقدمه دي وانا متخيل الكابتن ربيع ياسين لما كان بيجيبك زمان في ايام التمارين. بكلمك بجد و يعني انا مش هنسى الكابتن ربيع ولازم كنت ابتديها يعني. لا كابتن ده انا كنت بلبس رقم 3 كابتن ربيع ياسين اللي هو يعني احسن باك ليفت جات في افريقيا كان بيلبس 3. فلما طلعت فوجئت، كنا بنلعب ماتش في كوينز بارك رينجرز في انجلترا اللي جاب فيه هدف التعادل، هو اللي جاب الجون، ما كانش لابس 3 الماتش ده. برافو عليك. عارف عمل ايه؟ لا هو كان لابس 16 او 18 وجه قبل الماتش قال لي خد عبد الجليل البس انت 3. بيأسر نفسه يعني احلى حاجه بيحبها، فلاني انا نفسي البسها مثلا كده قال لي خدها البسها النهارده. هو اللي جاب الجون ليه؟ عشان يعني اغلى حاجه عنده اداها الواحد كان نفسه. لو انا اول مره اعرف على فكره الموضوع ده، اول مره اعرف ان في ماتش كوينز باك رينجز ادالك التيشيرت رقم 3. لانه انا كان عارف ان بحب يبعد كده، لما رجعنا القاهره خدها مني تاني هيسيبها يعني. لا لا بس يعني يا كابتن كنتوا جيل محترم وكنتوا جيل بتحبوا بعض وبتعزوا بعض، عشان كده كان في نجاح وعشان كده كان في منظومه. ودي رساله دايما يا كابتن بنوصلها للاجيال، ان دايما كره القدم هي عمل جماعي وليس عمل فردي طبعا يعني. قبل ابدا مع حضرتك واتكلم معاك في حاجات كتير، عايز اعرف من حضرتك رايك، وهبدا معاك من النهايه، من النهايه الكلام اللي احنا قلناه ان كابتن خطيب بيشكل هيئه لتطوير المنظومه الطبيه، دكتور احمد عبد العزيز وكلنا اكيد عارفينه وكل لعيبه كره القدم عارفينه، دكتور ياسر المليجي والدكتور احمد خليف. راي حضرتك ايه في الخطوه اللي الكابتن خطيب اخذها مؤخرا؟ انا اعتقد ان دي او النادي الاهلي اول نادي في مصر ياخد الخطوه دي في تطوير المنظومه الطبيه بشكل محترم وشكل فعلا يعني بيدل على شخصيه النادي الاهلي. ما هو ليه بيقول لك دايما كل فتره لازم يبقى في تطوير؟ تمام. الجدع اللي يجيب التطوير ده، احنا تاخرنا عن الموضوع ده مش اقل من 10 سنين. انت مش كل دكتور بتاع ركبه زي بتاع كتف، صح، زي بتاع تخصصات. طبعا. فطبعا فكره هايله ان في كل تخصص يجيب دكتور يشوف يعني، وعلى راسهم طبعا الاستاذ الكبير احمد عبد العزيز. وطبعا كان معانا ايامنا الدكتور مجدي عبد العزيز، ما نخفاش ان هو كان برضه ولغايه دلوقتي برضه يعني يعتبر هو كابتن الدكتور احمد من احسن اثنين في مصر في الركب وفي العظام وكده. فطبعا اللي يمكن الثلاثه اللي هم الدكاتره حضرتك قلتهم اكيد طبعا فطاحل، بس بحكم ان انا اعرف الدكتور احمد والدكتور مجدي مش عارف ايه وكده، فيمكن لان ايه مجال الدكاتره كتر قوي طبعا يعني، ودي حاجه كويسه. فلازم يبقى كل واحد تخصصه. كان زمان الدكتور يشخص برد ويشخص عظام ويشخص ودنك ويشخص صباعك. دلوقتي الموضوع مختلف، تخصصات يا كابتن. بالظبط، وهو ده اللي بينجح. زي مثلا زي ما انا قبل ما واحد بيركب السماعات، معلش انت هتعرف تركب السماعات زي؟ لا طبعا. وهو ما يقدرش يدير الحوار زيك، صح. فهي التخصصات مهمه عمر. طيب يعني حضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي وواحد نجم ايضا في المجال التدريبي، واكيد عند حضرتك رؤيه، ايه هي سبب الاصابات في النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ علشان السؤال ده بنلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي كتير، يعني ناس كتيره جدا بقت دكاتره وكل واحد بيقول وجهه نظره، لكن دايما وجهه نظر لعيب الكوره بتبقى مختلفه مع تشخيص المدير الدكتور او رئيس الجهاز الطبي على اسباب الاصابات المتكرره للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. هي نمره واحد يعني، في ناس بتقول ارضيه الملعب، ماشي ارضيه الملعب دي بتيجي تاني حاجة، إنما أهم حاجة في الإصابات الكتيرة اللي بتتكرر، في صليبي، ما هو الصليبي ده بيجي من إيه؟ من كتر المباريات، من كتر التمرين، مرة شوية تلعب على أرض نجيلة طبيعية، ومرة تلعب على نجيل صناعي، ومرة تلعب على أرض طبيعية بس مش طبيعية، اللي هي حفر، أنت فاهمني؟ طبعًا طبعًا. فالطبيعي مع الإجهاد،
مع ضعف العضلة نفسها بتاعة الرباط الخارجي أو الداخلي أو الصليبي أو الفخدة. فكل ده مع كتر الماتشات، يعني أنا سامع إن امبارح كنت قاعد شايف تقريرا إن الأهلي هيلعب 6 ماتشات باين في خلال شهر. صح، كانوا 8 ولعب ماتشين بيبقى 6، عنده بكره مباراه والجمعه مباراه وهيسافر يوم السبت عشان عنده يوم الثلاث مباراه وهيرجع. ما ايوه انا بقول لك، طيب يا عمر يعني اقنعني، احنا احنا مش اله، وطبيعه اللعيب المصري او العربي سيبك من الافريقي جسمانه مش قوي، مش ضعيف، مش زي اوروبا، مش زي افريقيا، فما نقدرش نستحمل اللي هم بيعملوه. يعني برشلونه بيلعب 6 ماتشات بس. عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لا. دلوقتي برشلونه فعلا هو لعب مباراه يوم السبت، هيلعب مباراه يوم الاربعاء، هيلعب مباراه يوم الاحد. هل يا كابتن حضرتك شايف ان التطور الكبير جدا في الكره الاوروبيه، وايضا ان قرب البلاد اسبانيا جنب انجلترا، فبيركب طياره ساعتين، بتكلم في كده ان مش بيضرب مشوار 6 ساعات ويريح 4 ساعات في المطار وبعديها كمان 6 ساعات، فكل ده بيعمل اجهاد على لاعب الكره. هل ده ليه عامل وهو ده اللي لازم الناس تعرفه اللي مختلف بيننا وبين اوروبا؟ الناس فاكره ان لما بنقعد ترانزيت 6 ساعات في مطار بنريح وبننام، وبننام ويجيبوا لنا سراير وكده. انت عارف يا عمر وانت سافرت كتير، انت بتقعد معرفس رجليك كده، يا اما لما واحد يحن من صاحبك يقول لك طب نام على رجلي. صح، فده مش اجهاد ازاي؟ اذا كان يعني بتنام نص ساعه ما ده للذهن كمان، ما بالك التكرار في 10 سنين ماتشات افريقيا زي كده. انا في سنه الكابتن صالح الله يرحمه شكرته ان هو انا خلانا ما نشتركش سنتين في بطوله افريقيا. تعال نرجع كابتن بالذكريات اللي ورا كده وتفكرنا ونحكي للناس ونحكي بقى للذكريات ووجود حضرتك مع كابتن صالح، وتحكي لنا بقى الكواليس الخاصه اللي كانت في نفس الظروف المشابهه للفتره الحاليه. بص انا قعدت حوالي 6 سنين ناشئين وحوالي 9 سنين فريق اول. شفت الكابتن صالح سليم 3 مرات بس 15 يوم والله العظيم. مره في المطعم انا داخل اتغدى، وكان سعيد سيدهم معرفش عايش ولا اللي هو المحامي او، فانا داخل ففي وش سعيد سيدهم فبيقول لي ازيك يا محمد وكده، فقلت له انا سعيد، فانا مش واخد بالي من اللي قاعد الناحيه الثانيه، فبيقول لي سلام على الكابتن صالح. انا قلت يمكن انور صالح اللي هو كان رئيس. وبص كده لقيت الكابتن صالح سليم بياكل اسكالوب، انا مش هنسى ده صالح سليم الله يرحمه. فطبعا انت وقفت كده بصيت كده، يعني انا عايز اجري كده ولا كده، مع ان الراجل يعني بياكل وعادي. فقلت له ازيك يا كابتن صالح وبتاع، والله ما طلع عينه، ما راح باصص كده من النضاره وقال لي ازيك يا محمد، انا سامع ان انت لعيب كويس، وانا بقى لي 6 سنين ولا 7 سنين مكسر مع الجوهري في المنتخب، انا سامع ان انت لعيب كويس، شد حيلك. قلت له حاضر. تاني مره في انجلترا، والله ماتش كوينز بارك، كان كوينز بارك رينجرز ده كان معمول ليه هو، قال لك ده يعني ده الماتش ده ما طلع لنا الاتوبيس، كنت انا قاعد انا وعلاء يوم في اول سنة، فركبنا الاتوبيس، فالاتوبيس واقف بقى بنحمل الشنط وكده، وجه كابتن واحد معدي كده في الشارع والله العظيم بيعدي كده على رجله ولابس بنطلون جينز، فبقول لعلاء بقول له يا كابتن علاء الراجل ده شبه كابتن صلاح سليم والله العظيم. فطلع الاتوبيس لقيته هو، فبيقول بص لي كده، قال لي انا عارف ده هو، قال كلمتين الماتش ده لصالح سليم، لانه كان صاحب رئيس النادي هناك طبعا، وكان في تحدي وكده، كلمتين اتنين ونزل. وبعد كده رحنا لعبنا وتعادلنا، كنا المفروض ان احنا خلاص هنمشي، رئيس النادي قال له عايزين نعمل ماتش تاني وهتقعدوا على حسابنا يومين، فجه قال لنا، فقلنا له تشوف، قال لك انا رفضت، لان كوينز كان رابع الدوري الانجليزي ساعتها. صح. ومره ثالثه كنا في السعوديه على ما اظن، يعني كان الامير عبد الله الفيصل عامل لنا يعني غدا، كانت دعوه، كانت دعوه كده وبتاع، اللي هو بنى الصاله المغطاه طبعا، اللي هو ما قالش انا بنيت. طيب كابتن محمد، يعني تاريخ كبير جدا، تسكتني ليه؟ وتاريخ طويل جدا. حاضر كمل. طيب عايز اسال حضرتك برضه في الجزء الخاص بالذكريات، كابتن محمد عبد الجليل واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تالق، هل حضرتك
مركز الباك ليفت ده كان ده دي بدايتك ولا كنت لا بتلعب؟ لا باك ليفت ايه؟ انا عمري ما لعبت باك بس ليفت بس كده. لا دي ثلاثة دي خدتها. ما هو احنا في 3 5 2 انا كان دايما اللي بيلعب ناحيه الشمال كنا او ناحيه اليمين كان باك رايت او باك ليفت، لكن طبع حضرتك وستايلك المختلف وكورتك الجميله اكيد يعني ترجعنا لورا. تحكي لنا بقى ايه يعني ازاي صعدت فريق اول؟ مين كان ليه فضل عليك؟ وكمان عايز اعرف بقى مين اللي كان من لعيبه اللي انت كنت تحب تلعب معاهم دايما، كنت بتبقى موجود معاهم في المعسكرات؟ اكيد يا كابتن في كواليس مش بتحكيها كتير، عايزين نعرفها. انا اللي حكيت الكواليس الحقيقيه القنوات كلها تتقفل. احنا عايزين اللي مش حقيقيه. لا خلينا مش في الحقيقيه. المهم بص يا كابتن، كانت بدايتي رحت الاختبارات زي اي حد وانا عندي 12 سنه. لوحدك كده قررت انك تروح؟ كان لعبت كده سنه في الشمس وانا عندي 12 سنه او 11 سنه، وبعد كده ايه ما كملوش كده وايه ورحت. كان ايهاب جلال معايا ساعتها وبعد كده ايهاب راح الاسماعيلي. لقيت 20,000 في المدرج وانا رايح. طب انا اروح فين في دولت؟ المهم كان الله يرحمه كابتن مصطفى حسين بعد كورتين اتنين قال لي تعالى اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد. قال لي طيب محمد عبد الجليل. قال لي طيب يا عبد الجليل، كان اول واحد يقولها لي. قال لي بكره تيجي، ومن ساعتها تدرجت. بعد ربنا كابتن انور سلامه، طبعا بشكر كل المدربين. اول واحد فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك. وبالمناسبه دي انا بهنيه فرحان جدا ان هو في الثلاث بطولات قطاعات الناشئين ماشي اول. انا بقالي 4 سنين في قطاع الناشئين. لا انا هتكلم، انا مش هسيبك ما تقلقش. انا فقط لا انا بشكر ان الاهلي الحمد لله في الناشئين، لان انا من 3 سنين ما كانتش الدنيا حلوه. دلوقتي الدنيا رجعت تاني. رجعت كتير. بقول لك الثلاث فرق ماشيين اول في البطوله. طيب دلوقتي كابتن انور سلامه اخذ حضرتك هو اللي ايه؟ انا كنت قطعت فتره عشان الثانويه وبعدين رجعت. كان انور مسك الفرقه. معلش انور بقى ما يزعلش مني، احنا زمين، انا رئيس قطاع وانت كابتني. ده رحت. فطبعا انا كنت قعدت سنتين ثلاثه بلعب مع عمرو وعادل ومش عارف ايه فكلهم عارفيني. فقطعت سنه عشان الثانويه، فلما رجعت كان الكابتن انور بقى مسك. فقال لهم مين ده؟ قالوا ده كان معانا ومش عارف ايه بيلعب ايه. قال لي خد تعالى بتلعب ايه؟ قال لي بلعب. قلت له بلعب نص ملعب. فانت عارف انور لازم يلودك. قال لي طيب العب باك ليفت في التقسيمه دي. كانوا بيشوفوا. شفت باك ليفت اهو. سبحان الله. تصدق فعلا شفت باك ليفت اهو. بس لعبت باك ليفت دقيقه واحده، وبعد ما مسكت لونج رايت خدته كده وبتاع. طبعا لا، ما هو لما انا قلت له انا بلعب خط وسط فهو عايز يشوفني بسمع الكلام ولا لا. انت صح. مش فاهم الحته دي. صح. ما انا ممكن وهيحس ان انا تنك، لانه عارف من عمرو وهاني كانوا قاعدين بره معاه، هو بيشوف الجداد طبعا ان ده لعيب كويس وده نص ملعب، فهو هيشوفني ارن ولا رخم. كابتن انور ده مربين. فبعد دقيقه قال لي خد تعالى اخش نص ملعب. من ساعتها بقى قعدت معاه وهاني وعمرو وعادل. هو اول واحد طلعنا لما مسك مع باتلر شويه. طلعنا انا وهاني وعمرو وعادل. ويمكن عمرو طلع قبلينا بس مع الشيخ طه في ساعه ماتش المحله بتاع مصطفى عبده. بعد كده بقى اتدرجت مع مستر فايتسا، ودي هي السنه بتاعت فايتسا 87. فاكر عارف مين اللي يعمل لك الجون ده؟ محمد رمضان. وقالوا تاني يوم ده رافعها. محمد ضحكت لهم والله انا محمد رمضان. قلت لهم ده رافعها لنا. يقول لك ايه ده عاملها في مش عارف رافعها اي كلام. لا طبعا ده رافع لك بالمقاس. اقسم بالله شايفني، لان محمد رمضان يقول لك انا اعرف عبد الجليل من عينيه، يعني من بصة عينيه وانا بجري اعرف هو هيروح فين. محتفظ يا كابتن بالطقم اللي موجود عندك؟ محتفظ ايه يا راجل، وانا محتفظ من المقص حتى. صح. لا كله بيروح. لا اصل بص، لعيب الكوره دايما يا كابتن بيبقى اللي الناس فاكره ان هو معاه لفاق. برافو عليك. الناس تبقى فاكره ان الدولاب ده مليان عنده. كل ما حد يقابلني يقول لي عايز تيشيرت يا كابتن، قلت له انا سبت الكوره بقالي 7 سنين ما عنديش حاجه خالص. ده احلى جون ليا. لا مش دوت، بحسبه المحله ده.
بقول لك ايه؟ لا ده بص الجون ده خليه يعيد الجون ده. طب احنا هنعيده عارف ليه؟ ما حدش بيخش عليك، انت كنت متفق معاهم. اقول لك ليه؟ لا ولا خايفين يترقصوا؟ محمد رمضان وايمن شوقي كل واحد اخذ واحد وجري، عملوا برافو عليه، عملوا الكروس. طارق العشري راح مع رمضان، وعصام ربيع راح مع ايمن شوقي. عم طارق العشري فكر يرجع كنت ركنت اكني بركن بيل، انت فاهم؟ ما هي دي ميزه رمضان والفرقه. كابتن اسامه عرابي اللي عامل لك الكور. ايوه رقم 3 ايه؟ ملعلع ومنور من ريحة الغالي دي. لا يا كابتن بس يعني ذكريات. طب دي مباراة ايه فاكر؟ ده الاسماعيلي في اول دقيقتين ساعة فما شافهاش. ليه؟ انا واخد القرار وهي بستلمها من ياسر انها هلف واعملها في البعيدة، لان ببقى عارف ان زعفان بيتقدم. لا بس يا كابتن الاستلامة بالترقيصة الاثنين في واحد دول هم اللي عملوا الجول. لو كنت اخدت كورة ولفيت. لا كان وانا قبل ما تجيلي بقول لك انا محضر ان انا هستلم كده وهعملها كده. بص حتى لو مين معايا انا بتكلم ادوس دلوقتي اهي. بص انا واخد القرار خلاص هلم ولا هبص وبتاع هركن بص على طول في البعيدة. عشان كده كابتن دايما احنا التوفيق يعني برضو يعني عارف ربنا بيبقى رايد ليه انت بتجتهد في الحتة دي فربنا بيديها لك الحمد لله. لا يا كابتن بس يعني نجم ومهاره وحاجه يعني حاجه فعلا من النجوم اللي كنا اكيد يعني انا يعني ما كنتش واعي قوي لكن كنت بتفرج وكنت عايش والواحد كان بيتبسط لما بيشوف نجوم زي حضرتك او الجيل اللي كان موجود اللي لمستهم في الكوره دلوقتي مش موجود. لكن عايز اعرف بقى مين من النجوم اللي حضرتك كنت شايفهم كده طريقتك قريبه ليهم كنت دايما تحب تتفرج عليه وتحب تكون قريب منه من المستوى وتحاول ان انت تطور لعبك عشان تكون واحد زيه عالمي طبعا او محلي. انا فاتح لك السوق كله. لا 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 هو كان جمهور الاهلي وانا حتى في الناشئين كان مسميني سكرات. انا كنت احب لعب سكرات قوي. ده انت جبت واحد ايه؟ جبت واحد يعني معدت واحد بقول لك اصل سكرات بيعمل كل حاجه. سريع في الكوره بيعرف يرمي سروهات بيعرف يشوط. فانا كنت دايما زي ما برضه ساعات برب دقني كده ايه كانت بتبقى زي شبهه كده شويه ونفس الطول شويه كده ف يعني حتى جمهور الاهلي كان يقول لي سكرات. يعني طب دلوقتي يا كابتن مين من اللعيبه العكس بقى مين من اللعيبه الدوري المصري اللي ممكن نقول عليها طريقه لعبها قريبه لكابتن محمد عبد الجليل؟ انا عارف ان مفيش بس انا لا لا ازاي لا ده والله ده في كتير واحسن مني بكتير. ما اصل كل واحد ليه مميزات صح. يعني انا كنت قاعد مع ابني بقول في واحد لعيب معين كده بيستلم الكوره ويروح راجع تاني في حته ممكن يروح لافف ورايح بيها. فانا شايف ان هو ناصر ماهر هو اللي في الحته دي. ناصر ماهر الكابتن عبد الجليل لما بيشوفه بيفكره بنفسه ايام زمان. عارف ليه؟ لان بيروح ماسكها كده ولاف رايح على الجون على طول. علاء مهيب كان كده طبعا كابتني ده ومثل الاعلى. ليه؟ انا احب اللعيب اللي بيمسك الكوره الا في تكتيك اللي هو نص الملعب ده حضر انما خلاص لفيت انت بتشوف ميسي بيلف في ثانيه. عمرك شفت رجع بالكوره كتير؟ احنا مش بنشوفه إيه؟ احنا يا دوبك احنا بنلاقيه جوه الشبكه ما بنلحقش. اميز حاجه ان حتى المدافع ما بيبقاش عارف انت عايز تعمل ايه هترجع ولا هتروح. في اوقات مره وحتى انا بقولها للناشئين دايما اول كورتين ثلاثه لورا الثاني هيفتكر ان انت بتلعب كده على طول ومره واحده لف بسرعه وروح على الجون. يعني دايما انا كنت اقول للكابتن ضيا اقول لك كابتن ضيا انت يعني بتسلم وتستلم ضيا لعيب جامد قوي. فضيا كان عنده حته الريسك ما يحبش يعمل الريسك ده. فانا كان عندي ميزه ان انا الف واروح حتى لو اتقطعت على خط ال 18 هناك مش مهم ممكن اعدي مره وممكن ما تعديش. فهي دي كانت عندي الريسك. فلعيب الكوره يبقى لازم يبقى عنده ريسك في الحته اللي قدام دي او طمع او صح. مش طمع او يعني انت عندك امكانيه ما تستغلها. فايتسر الالماني قال لهم عبد الجليل هيهاجم ويرجع لغايه نص الملعب وفي نص الملعب بدري رجع ومش عارف ايه يلم الكوره. وبعد ما ده اتعصر في ماتش 87 لما احمد رمزي كان احسن الموسم دي كان بيزيد على طول قال لي ما ترجعش معاه غير لغايه نص الملعب. يعني يا كابتن نقدر نقول ان كابتن محمد عبد الجليل شايف ان ناصر ماهر هو خليفته في الملاعب كويس قوي الحاليه هو اقرب واحد لاسلوب لعبه. ورمضان صبحي لعيب قوي بس مش طريقه لعبي. يعني ناصر ماهر اللي هي في حاجات فينتو ثانيه. طيب تفتكر ايه المباريات اللي كابتن محمد عبد الجليل لا يمكن ينساها ومعلمها معاه ايا كان بقى عدى عليها وقت قد ايه وعدى عليها ذكريات قد ايه او سنين قد ايه هو فاكرها مش قادر ينساها ومعلمها معاه وعايز اعرف الاهداف اللي حضرتك لا يمكن برضه تنساها وفاكرها ومعلقه معاك. هو اول جون وده ما اتذاعش خالص
وكان مباراه وديه مع منتخب مصر ومنتخب غانا. كابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه شاهد على كان مدرب عام مع رادوليسكو. كنا خسرانين 1-0 ونزلت الشوط الثاني والكره بتتنطع على نص الملعب تعمل بانت على نص الملعب. ما انا طول ما انا قاعد شايف الجون واقف على ال 18 على طول. كان ايمن منصور بينده لي هناك والكره بتتنطع فخدتها كرباج بوش رجلي اول نطه ليها كانت في الجون. حتى الكابتن محسن كل ما يشوفني يقول لي انا شفت بجد بس ده ما تزعلش ده من احسن اجواني. حتى فيليكس كان معانا في الاهلي فجاب لي الجورنان قال ده خد جول اوف زير يعني احسن جول في السنه هناك. طبعا الجون الثاني اللي هو بتاع المحله نهائي الكاس اللي على الطاير يمكن هو عندهم طبعا حاول نجيبه لما موجود حاول نجيبه. اه عمرو انور عملها لي وخدتها على الطاير. ثالث جون الزمالك. رابع جون واهم جون لان جاب بطوله اللي هو افريكا سبور في نهائي افريقيا هناك اللي خدتها من نص الملعب ورقصت ميزان باسكال. ميزان باسكال ده كان في اخر سنتين تبطيل خلاص. ميزان باسكال ده هناك زي ابراهيم يوسف زي مصطفى يونس زي طبعًا. الناس ده لو فربنا كرمني وجبنا هناك وتعادلنا 1-1 وهنا كسبنا عادل عبد الرحمن البالين. كابتن محمد عبد الجليل هل حضرتك شايف ان طموحاتك او احلامك اللي كنت حضرتك بتحلمها حققتها ولا ربنا عوضك في مجال التدريب وعوضك في نادي مصر المقصة بحاجات انت برضو كنت مخطط لها وتحلم بيها؟ بص انا ما كنتش مخطط اللي هيحصل لان طبيعتي بعيش اليوم بيوم يعني بامانه يعني بتفكر لقدام وكده بس بتقول يا رب والله وبتعيش اليوم بيومك. طب دي يا كابتن ميزه ولا عيب؟ يعني ان الواحد يعيش اليوم بيومه هل دي ميزه ولا عيب؟ الاثنين مع بعض لازم يبقوا مع بعض. تعيش اليوم بيومك وتفكر لمستقبل بكره. ولكن في ظروف بتتدرك ان انت بتبقى مرتاح في حته. حاسس باللي انت بتعمله، حاسس بالانجازات الحمد لله اللي قطاع الناشئين بيعملها. يعني الواحد ابتدى من 11 سنه 8 سنين اول سنه مع وليد هويدي وصعدنا مع الكابتن احمد عبد الحليم بعد كده المقصه دخلت. عارف ابنك لما بيتولد على ايدك؟ طبعا. لا انا كنت حاضر وكنت عارف بس انا عايز اسالك سؤال يا كابتن لو رجع بينا الزمن هل في قرار من القرارات اللي كابتن عبد الجليل اخذها ممكن ما ياخدهاش ويكون ندم عليها في المستقبل علشان حته اليوم بيومه وان هو يكون ميزه وعيب ان انت تاخد اليوم بيومك وفي نفس الوقت تكون مخطط للمستقبل فهل كابتن عبد الجليل لو رجع بيه الزمن تاني وفي قرار من القرارات اللي حضرتك اخذتها ممكن ترجع فيها؟ بص هو في حاجتين دايما في اول حاجه دي اللي هي تخص قطاع الناشئين دايما اقول لهم لو عاد بيا الزمن انا راسم خيمه اهو. قلت لهم خيمه ديت والله العظيم بالاسعار واللي 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 والامكانيات الصغيره اللي كانت صح عندك صح. قلت لهم خيمه واحطها في الملعب واكل انا واشرب فيها. تاني حاجه ان انا اندم على حاجه لا إن ربنا كاتبها لي ما ندمش هندم على ايه؟ صح بجد ربنا كاتبها لك طبعا. فانا مؤمن بربنا ان ده خدت نصيب الحمد لله. يكفي ان انت لما بتمشي في الشارع دلوقتي دي نعمه من عند ربنا حد طبعًا. بيفتكرك حد ازاي كابتن عبد الجليل انت فاهمني؟ دي كبيره عندي قوي دي بالملايين والله يا كابتن للي يفهمها. بيقولوا لك يعني من ضمن الالقاب هل فعلا لقب الساحر ده لقب كان يعني بيطلق على كابتن عبد الجليل في عزه او لحد دلوقتي ممكن حد يقول لك يا ساحر؟ لا هو الساحر دي كان حماد عبد اللطيف والحاوي رضا عبد العال. لا انا خدت لقب البرنس انا واشرف قاسم البرنس البرنس كان اشرف في الزمالك وكان في بوستر كبير لدرجه ان والدي الله يرحمه نزل لم البوسترات اللي في الشارع كلها واشتراها. طب يا حاج طب مين مين يعلقها؟ محدش هيعلقها غيرنا كده. ومين هيشتري حتى عشان يشوف البرنس مين ده؟ فدي من الالقاب الحلوه اللي هي وخالي الله يرحمه كان اسمه في المطريه عندنا البرنس برضه سبحان الله. طب ايه الالقاب اللي كابتن عبد الجليل ما حبهاش او كابتن عبد الجليل ما كانش بيحب ان حد يقول له اللقب معين مثلا كان ممكن حد يشبهك بلعيب مثلا يقول لك يا فلان
انا بتقول لا ده مش هم شبهوني في فولر شويه وانا بحبش طريقه لعب فولر. فولر بتاع المانيا ده كان بيحطها بدماغه كده مش مهاري بس مش مضايقاني لان انا متهيألي ان مفيش غير الشتيمه بس هي اللي تضايقك انما القاب ايه لا مفيش يعني مثلا جلجل جلاجل جلجل يعني الحاجات العاديه لكن يا كابتن لكن الفولر هو حضرتك شايف ان طريقه لعبك لا هو انا مره كنا بنلعب في ستيف الجزائري فاخ ستيف الاهلي فاخ ستيف وهم كانوا درجه ثانيه ساعتها كانت 88 واتغلبنا هناك 2 وهنا 2 ولعبنا ضربات جزاء وللاسف انا و كابتن محمود صلاح ضيعنا بينه وخرجنا من البطوله فكانت اوحش لقب او عبد الجليل شايل قطين ده جمهور الزمالك اللي قال دي بس تضحكك يعني لا بس يا كابتن انتوا يعني انتوا ما كانش فيه لا فيسبوك ولا كان فيه انستجرام ولا كان فيه تويتر وكان عندكم ميزه ان انتوا لما بتخسروا مباراه كنتوا بتستخبوا ما كنتوش بتعرفوا تمشوا في الشارع لارضاء جمهور النادي الاهلي من كتر ما انتوا بتحبوه وبتكونوا عايزين ترضوه دايما صح؟ ده مش صح يعني انا عايز اقول لك على حاجه لو خسرنا المناطق الشعبيه دايما هتلاقي فيها اهلي كتير قوي او زمالك كتير قوي بالذات انت من منطقه حته شعبيه قول ثلاث ارباعها اهلاوي والربع زملكاوي لان انا كنت عارف ممكن الربع ده كمان عشان محمد عبد الجليل من المطريه ابننا فيشجعوني انت فاهم؟ لا قدر الله متغلب ماتش ولا حاجه ما بهزرش ما يعني استخبى. ما ينفعش تمشي توصل مثلا الساعه 7 8 والدنيا هايصه لا لازم على الساعه 11 12 لما خسرنا بطوله افريقيا في مدرسه جنبنا بتاع عيال صغيره اللي هم عندهم كي جي 1 وكي جي 2 اللي هم 11 سنه و12 سنه وكده فالساعه 7 الصبح كان تاني يوم واخدين البطوله فتاني يوم تحت البلكونه واطلع قبل ما يخشوا المدرسه الساعه 7 فانا صحيت فلو طلعت مش هيخشوا المدرسه برده ما فيش فلقيت بابا الله يرحمه طالع جايب بونبوني وعمال يحدف عليهم فانا نايم تحت الايه قلت له انت مالك انت يا حاج وبتاع قال لي لا انت اسمك محمد عبد الجليل هم بيقولوا يا جلجل يا عبد الجليل فانا اسمي عبد الجليل لا طبعا يا كابتن النادي الاهلي والذكريات يعني حاجات محترمه الصراحه وعلاقه الحب بين حضرتك وبين الجمهور دي حاجه مش غريبه على اولاد النادي الاهلي لكن لو رحت معاك لتجربتك كرئيس قطاع للناشئين في نادي مصر للمقاصه انا عارف ان بدايه حضرتك زي ما اتكلمت وقلت ومصر للمقصة لسه بتبدا حضرتك قلت كمان انك لما تحضر ولاده ابنك وتبدا تكون موجود من البدايه وتربيه على ايدك ده حاجه بتحسب ليك وحاجه تحسب ليك ايضا انك لسه موجود بسم الله ما شاء الله في الاداره الفنيه لنادي مصر المقصة لكن دلوقتي رئيس قطاع الناشئين ايه المختلف وايه الخبرات اللي الكابتن عبد الجليل اكتسبها سواء كان موجود في قطاع او في الفريق الاول لمصر المقصة وبعد ما انتقل رئيس قطاع الناشئين لنادي مصر المقص طبعا بجد والله مش عشان حاجه انا بشكر له محمد في ثقته الكبيره فيا يعني ما اخفيش عليك يعني لما اشتغلت 7 سنين وصعدنا واشتغلت فتره في الفريق الاول ما بين مدرب عام ما بين شويه مدير فني ومع معظم كل من اول كابتن احمد عبد الحليم مرورا بقى لغايه طارق يحيى والحمد لله كانت ثقه من ان بعد كده الحمد لله الدنيا وقفت على حيلها والدنيا اترستقت الحمد لله فاللي هو محمد برضو ليه بعد كبير قوي يعني انا دوري كده تمام في فوق فعايزين بصراحه لما قال هتمسك رئيس قطاع الناشئين انا اتخضيت دي الحاجات دي بتاعت مصطفى حسين الله يرحمه ابو صح. الاشبال صح بحر واسع يا كابتن وانا صح. اسمع عنه صح فطبعا ده بيبقى امر تكليف لان انا ما بمضيش عقود في المقصه خالص من يوم ما اتعمل فنزلت بصراحه لقيت واحد اسمه احمد المنشاوي ربنا يبارك له يعني لقيت اساس متين وليد هويدي ومنشاوي الفيوميه كلهم بامانه لان انا عندي 66 مدير اداري ومدرب ومدير فني وبسم الله ما شاء الله كلهم الفيوم وكلهم على كفاءه كبيره جدا يمكن واحد بس محمد صابر والسنه دي جبنا كابتن علي عاشور لاعب نادي المقاولين ماسك 97 وعامل نتائج ممتازه وكان قبليه نصر الجرنوسي والدناوي خد تاني جمهوريه اول سنه نمسك فيها قطاع الناشئين انا والمنشاوي ف
فالحمد لله انت بقالك دلوقتي يا كابتن بسم الله ما شاء الله 4 سنين بتنافس على المربع الذهبي في, في 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 كل القطاعات. يعني كابتن انجازات الكابتن محمد عبد الجليل منذ توليه الاداره الفنيه لمصر للنقاش في قطاع الناشئين، عايز اعرفها من حضرتك بالتفصيل، تقول لي تاني جمهوريه 97 تمام وتاني جمهوريه في نفس السنه 2000 تمام، وده كان القطاع الوحيد اللي حقق درعين في سنه واحده صح. السنة برضو اللي بعديها خدنا ثالث جمهورية برضو في المربع، برضو خدنا رابع برضو في المربع السنة اللي فاتت. السنة دي الحمد لله فضل 10 ماتشات والثلاث فرق، ال 97 تاني الدوري، ال 2001 ثالث الدوري، النهاردة الحمد لله كسبنا الحرس في ال 2001 2-0 في اسكندرية، وامبارح ربنا كرمنا في 97 وكسبنا الزمالك 4-0 يعني. كسبتوا الزمالك امبارح 4-0 الحمد لله. يعني كان الماتش بتلعب فين يا كابتن؟ كان في ميت عقبه، وكانوا يعني في ثلاث لعيبه انا كنت فرحان ان هم في الملعب لان اللعيبه جامده قوي متعوني. كابتن ايمن حفني ومحمد ابراهيم ومدبولي، وعملوا ماتش كويس، بس فريق 97 بتاع المقصه الحمد لله. يعني يعني السؤال بس النقطه دي مهمه، يعني الزمالك كان بيلعب بثلاث لعيبه من الفريق الاول مع فريق 97، وفريق مصر للمقاصه كسب الزمالك 4-0، وكنا مدعمين من تحت مش من فوق. طيب كان معاكم حد من الفريق الاول موجود؟ بقول لك كنا مدعمين من تحت. انا عشان كده سالتك تاني. 2001 يعني 4-0 مصر للمقاصه بتفوز على الزمالك في 100 عقبه فعلى ملعب نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان بيلعب بثلاث لعيبه من الفريق الاول، كابتن ايمن حفني كابتن محمد ابراهيم والكابتن مدبولي، صح كده يا كابتن؟ مظبوط. يعني لا حاجه تتحسب لحضرتك جدا. احنا ما يعني ما خدناش بقالنا ما بناخدش يعني من فوق. دي سياسه يعني احسن ان هي ايه؟ بالظبط. انا بينفعني لما علي بياخد مننا 99 عندي 2-3 فيهم امبارح واحد لعب اساسي وواحد نزل من 99، لما بينزلوا يلعبوا مع 99 بيبقوا فايقين. عشان كده الحمد لله المراكز ماشيه كويس والترتيب اتمنى هي بس بتبقى في شويه ارهاق فبننظمها مع بعض كلنا. ليه؟ لان ال 99 2001 دول المستقبل، زائد ان 97 دي فرقه بقى لها 4 سنين بتنافس على المربع. طيب هسال حضرتك سؤال ليه شقين، اول شق اللعيبه اللي تصعدت فريق اول في عهد الكابتن عبد الجليل مين هم؟ او كام لاعب تصعد؟ وعايز اسال حضرتك حاجه ثانيه، الشق الثاني من السؤال، مين اللعيبه اللي الكابتن عبد الجليل بيتوقع ليها مستقبل باهر جدا ومشرق جدا في قطاع الناشئين اللي بيتولاه حضرتك؟ مش هقول لك اسامي عشان هم عايزين يتفرجوا، عايزين بقى يسمعوا. لا طب قول لي فرق، قول لي عندنا فرق كذا لعيبه مميزه. ال 97 دولت بقى لهم 4 سنين سوبر. ده انا عندك منهم حد في منتخب اولمبي؟ للاسف. إذا كان لما كانت المقاصة الفريق الأول كانوا تاني الدوري ما كانش في حد في منتخب مصر. طب يعني نناشد الكابتن شوقي غريب ولا نناشد ولا ما نناشدش؟ الكابتن شوقي ده راجل محترم، سيبه وشوف بعينيه، ما تضغطش على حد. كل واحد ينقي، ما يمكن اللي عنده أحسن من اللي عندي. أنا شفت اللي عنده. سيبه براحته. المهم فريق 97 دولت انت كنت بتسمع عمر من 10 سنين ده كان ناشئ اهلي وهو بيلعب في الداخليه، ده ناشئ انبي، ده ناشئ المقاولين. صح صح صح. ان شاء الله باذن الله في خلال سنه سنتين هتسمع ان ده كان في ناشئ، ده كان ناشئين مقصه، ده في الممتاز، ده في الدوري الممتاز، ده كان ناشئ. ان شاء الله باذن الله. الامل في 99 2001 و2002 بقى. 2004 لسه طالع من المدرسه السنه دي، فايه بنجهزهم حداشرات. بتجهز لمنتخب 2001 بشكل كويس علشان عنده اولمبيات، عنده امم افريقيه، عنده كاس عالم، منتخب عنده مستقبل طويل. بالظبط. يعني ماسكين 2002 المدرب محترم محمد صابر ده بيشتغل معاهم، لانه دوت كان جاي من اكاديميه برشلونه فعارف بيطبق شغل برشلونه ده. ففي اوقات كده بقول له ايه لو زنقت قوي بلاش الايه كتير قوي. بالنسبه لتكيلس بتاع وادي دجله اخباره ايه؟ يعني انا عايز اسال ايه رايك فيه بس؟ لا طبعا، لا لا يعني اكيد طبعا واحد من المدربين الكويسين طبعا. طيب في الاول ما كانش فيه اقناع لحد ما الناس اقتنعت ان هو مدير فني عنده ايمان بلاعبته وبقدرات لاعبته،
وبدا ان الناس تقتنع بالسياسه اللي مطبقها. انا اسف يا تكيلس والله ان انا بجيب سيرتك، انا معجب بيك، ولكن في نقطه يا كابتن، ان انا هنزل درجه ثانيه. يعني هل حضرتك شايف ان دجله ممكن يا كابتن معلش، ما هو انا لما اطبق ده حتى في الناشئين، الناشئين انت بتلعب ساعات في ملاعب بنت لذينه، يعني ما تسمع ان دجله بتغلب 5-2 و6 لا فاهم. غير كده انت دلوقتي الطريقه دي انت حفظتها، يا اما اذا لا قدر الله يخلوه سنتين ثلاثه تتفرج على كابتن دجله 17 عنده 20 نقطه ولعب كم ماتش؟ 20 لاعب 20. لكن يا كابتن مثلا نتكلم على لحد المركز يا عمر الرابع، انا بتكلم 28 على طريقه اللعب نقطة. حبيبي انا صح. بتكلم على صح. طريقه اللعب صح. هات لي مره غير كل 6-7 ماتشات مره بيكسب كده مره. انا مش بقول مدرب وحش، لا لا لا، ده واحد زي ده، واحد زي ده وياريت حد يوصل له ان لو فرقه تصبر عليه 5 سنين زي ما المقصه صبرت على ايهاب جليل 4 سنين ايهاب جلال 4 سنين. انت فاكر ايهاب جلال في الاول طبعًا. كان بيلعب بنفس الطريقه طبعا طبعا، اتغلب 6 من الجيش ومش عارف ايه وايه، خد تاني افريقيا بس بعد 3-4 سنين. يا ريت ماجد سامي حتى لو هبط الراجل ده يسيبه تاني سنه وتالت سنه، اتفرج على وادي دجله كمان 3 سنين. طيب اخيرا، ايه اللي كابتن عبد الجليل في ملف قطاع الناشئين يحب يقوله او يحب يضيفه علشان ننتقل بقى لملف اخر وملف النادي الاهلي واستعداده ورايك في التعاقدات وكلام كتير أتمنى. جدا. أتمنى من قطاعات الناشئين إن كل فرقة لما تيجي تلاعب فرقة تانية ملهاش دعوة ده مزور ولا مش مزور، كترت المواضيع دي قوي وبقت عمالة على بطال، وكل دوت يقول لك ده مزور، وإحنا عندنا كل ما نلاقي فرقة حتى في المقاصة كل ما ينزل يقول لك بص الواد 16 بص مش عارف قد إيه، أبص لهم كده أقول لهم يا جماعة إحنا مالنا يا جماعة، الراجل ده هم لو راضيين عن نفسهم كذا ماشي، احنا الحمد لله لو في اي حاجة هوب شكرا 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 ليه يا عمر، لان ربنا ما بيديش ده راجل يعني بتصرف. طبعا الا للمجتهد، لا الامين والمجتهد والامين طبعا. لا طبعا, طبعا. الامين طبعا. ده ازاي ابقى انا عارف ان واحد مزور ولعبه وربنا يديني. انت عارف يا كابتن الموضوع ده كان معايا كابتن احمد فوزي في حلقة من الحلقات، وقال ان مشكلة بتواجه مصر مشكلة التزوير والتسنين، في ساعات كتير انت ما تبقاش عارف. ما هو دي اللي بقى انا عايز اقول لحضرتك، يعني الناس بتكون شايفاها ان هو شيء ايجابي ان انا لاعب واحد مزور مع فريق، لا لا. لكن عايز اسال حضرتك، طب سؤال انا سالته له، ازاي نواجه خطر التسنين والتزوير في مصر؟ هل في حل عند حضرتك ممكن نوصله للمسؤولين؟ لا لا طبعا طبعا، انا جالي السنه دي واحد اسمه عبد السلام لعيب ممتاز جدا، بس شكيت في شكله ورقه وسليم وكده، قلت له معلش عبد السلام مش هقدر. طب هل الكابتن محمد عبد الجليل لعب في المصري؟ طب هل الكابتن محمد عبد الجليل بالموقف اللي اخده ممكن نقيس عليه باقي المدربين اللي موجودين في كل قطاعات مصر؟ محمد عبد الجليل اتربى في النادي الاهلي يا عمر، ده الفرق. في ناس كتيره في قطاعات الناشئين عارفين انا بعمل كده. عمر انا بعرف ان في واحد عنده مزور بخليه لاخر الموسم، وبحلف للمدير الفني لو اتحط كله ينزل مدرسة الكورة، ما فيش حد اللي هو محمد ما بيقطعش عيش حد، ينزل مدرسة الكورة. لدرجة إنه في مرة قال لي طب أنا ما عنديش حد وعايز أكمل، ما هو الواد اعترف لي بس لو مشيته هيطرطر، فقلت له لا خليك، بس هو ما يعرفش حاجة. كل مرة إيه ده إزاي؟ نسيته كارنيه إزاي؟ إزاي ده مهم عندنا؟ معلش. يعني حضرتك بتتعامل مع الموضوع وآخر الموسم مشي، لقيته بيلعب فين؟ فين يا كابتن؟ مش هقول. طيب، يعني انا كابتن عبد الجليل حضرتك اتعامل مع الموقف بذكاء مش طبعا يعني خدت تاني الجمهوريه، والله تاني الجمهوريه سنتها عشان خدت موقف، لان انا عرفت هو اعترف لي. لكن الحل الوحيد لمشكله انت وامانتك ان احنا نتعامل بامانه مع موضوع التسنين والتزوير، والتزوير اكتر من التسنين. وفي ناس مظلومه اقسم بالله ساعات بيروحوا بورق 100 100 ويستكشفوا عنهم. حصلت شويه مشاكل بعد الثوره هي اللي عامله الليله دي شويه، بس هتتلم خلاص، ابتدت تكش جامد يعني. دي مهمه قوي يا كابتن، ليه يعرف ان ده مزور؟ خلاص انا بقول لك عشان انا شاكك في وش الولد، استحاله ولا ورقه شكرا، واروح الاقيه بيلعب في حته ثانيه، هو حر. الحته الثانيه ده في المركز التاسع. طب احنا هندور بقى في المركز التاسع.
طيب يا كابتن، عايز اسالك سؤال مهم خاص بحته الناشئين برضه. هل كابتن محمد عبد الجليل دايما بيبص على التطوير في حته قطاع الناشئين، وان هو ازاي يطور من القطاع ككل، وايه الاحترافيه اللي الكابتن عبد الجليل بيستند ليها؟ ايه هي المدارس، ايه هي الرؤى اللي دايما بيخش وبيقرا وبيبص عليها علشان يكون مواكب الاحداث ويكون مواكب الموضه العالميه في كره القدم؟ الكلام ده كبير قوي طبعا، الكلام ده عايز 50 حلقة. ده انا لميته لك كده في سؤال. وانا هلمه لك برضو في حاجه صغيره. انت خدت خبرات من المدربين، من اللعيبه، صح، من مواقف محرجه، صح، مواقف انكسرت شويه وقمت الحمد لله، من اعلاميين. لما نزلت قطاع الناشئين اول 6 شهور قلت لاحمد المنشاوي انا هتفرج بس، ولما نبتدي اول الموسم اللي هقول لك عليها هعمله تقول لي سمون ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ جهة اهل مكه قادره طبعا، لان المنشاوي لما كان ماسك رئيس القطاع حوالي 3 سنين او سنتين، فطبعا رئيس قطاع هو كان معايا مدرب مساعد اول ما مسكت هويدي، فيعني العشره حلوه يعني. ابتديت من هنا لهنا لهنا. طيب تطور ازاي؟ ما عادش في على الدكه هي وده يقوم وده في اختصاصات الحاجات طبعا اللي بتتعلمها اللي هي الف ب، صح، تنظيم. كابتن منشاوي يعمل الجداول للفرق عشان تتمرن وفي الملاعب، والحمد لله عندنا ملاعب ممتازه طبعا. الاهلي جه والزمالك جه، اللي هو محمد عمل ملعب تحفه وصرح بجد يعني. ازاي اللعيبه تعرف تجيبها من الاختبارات، او عينك على لعيب كويس ممكن تشتري بحته بس في الحنين يعني. ما انا السنه دي اشترينا بحوالي 30,000 جنيه لعيبه بس. مبلغ كبير جدا. انت فاكرني بهزر؟ لا طبعا يا كابتن، دي حاجه تتحسب ليك. انت عارف ان المقصه فوق، صح، بس برضو يكفي ان اللعيبه بتاخد مرتباتها طبعا، مكافاتها طبعا، المدربين يوم واحد في الشهر بياخدوا مرتباتهم احسن من فترات كتيره، انت فاهمني؟ وميزه يا كابتن الموضوع ان حضرتك بتقول لي جبت ب 30,000، فلا فعلا دي تتحسب لرئيس القطاع وللمديرين الفنيين، ان هم دايما مش بيبصوا على ان هم يجيبوا لعيبه جاهزه، لا ده ممكن يجي، ده ممكن يجيب لعيب ما يكلفوش اي شيء وبعد كده يبيعه بمبلغ كبير. كابتن انا جايب من الاختبارات السنه اللي فاتت يحيى باك ليفت 2001 من الاختبارات في البحيره. ومع كابتن ربيع ياسين بياخدوا المعسكر وبيرجعوا. باك ليفت المواهب يا كابتن موجوده في كل حته جدا، بس احنا انت تلف ولازم تتعب. انا كل تعبي ال3 شهور الاولانيين. ما امام محمدين قال لي في اول سنه ما تخشش بصدرك هتتعب جامد. قال لي بعد كده هتتعب. قلت له معلش اول سنتين ثلاثه لازم اخش بصدري، وبعدين فعلا تعبت شويه. تعبت، صح يا كابتن. طب ايه المسؤوليه الاصعب، او ايه الكارير او المشوار التدريبي الاصعب، قطاع الناشئين ولا الفريق الاول؟ انا عارف الاجابه بس لازم اسمعها من حضرتك. الفريق الاول 25 لعيب، القطاع الناشئين 300 لعيب و66 مدرب. الحمد لله انا معايا احمد المنشاوي بامانه بامانه بامانه. ليه؟ شايل عني 75% اكل وشرب ونوم وسكن، وسايب لي حته الملاعب او الفنيات ولو في حاجه مشكله جامده قوي بنحلها الحمد لله انا وهو. في حاجه عويصه بتروح لمجلس الاداره على طول. شايف السيستم شغال يعني، طالما المقصه فوق كويسه هتلاقيها كويسه. طيب عايز اقول لحضرتك سؤال، يعني قناه الاهلي بتعمل يعني تتناول الموضوع بشكل جيد، انا شايف ان هو ميزه وعايز اعرف راي حضرتك فيه. قناه النادي الاهلي دايما بتعرض لقاءات فريق 97 مع مختلف الانديه اللي موجوده، واستوديو تحليلي وفقرات عن البراعم او الناشئين اللي ليهم مستقبل في الفتره اللي جايه. هل ده يا كابتن عبد الجليل شايف ان دي نفسيا مع اللاعب الناشئ تفرق معاه بشكل كويس، والكلام ده ما كانش موجود لا على ايام حضرتك ولا على ايام؟ ازاي؟ هي ما كانش بيتنقل، ولكن كنا بنلعب الاهلي طبعا في مختار التتش. طبعا لا مش في مختار التتش، كان دوري جمهوريه واحنا عندنا 18 سنه.
كان الاهلي بيلاعب الاسماعيلي في استاد القاهره، احنا الساعه واحدة نلعب الاسماعيلي 18 سنه في استاد القاهره قبليهم سنه كامله. المنصوره والاهلي في المنصوره، احنا برضو مع المنصوره قبليهم بساعه قدام الجمهور. دي احلى بقى من ان الماتشات تتذاع. ليه؟ انت جوه الملعب حاسس بالجمهور، وبعدين ايه الجمهور انت عارف بقى ايه، بيجي قبلها بساعتين ثلاثه واربعه فماتش قدامهم. صح. صح. وبعدين هيهتم بالظبط كده. فكانت شعور فظيع، هو ده اللي خلانا ان احنا اتمنى ترجع تاني. بس انا عارف ان هم بينظموا الايه، كلنا نتمنى، بس احنا بننظم الدوري الممتاز يعني. ها بتلاقي الماتش ده لازم في ده على طول، ما فيش 10 دقايق حتى الاعلانات يا عيني ما بيلحقوش يجيبوها. كابتن عبد الجليل، عايز اسالك على صفقات النادي الاهلي، رايك فيهم ايه الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها في الفتره الاخيره؟ انا شايف الاهلي من الانديه انا عايز ارحب باجاي الاول، لانه صفقه جديده قديمه. ايه ده؟ رايك فيه ايه يا كابتن؟ رايي ايه؟ في حد فنان هو من زمان وقبل ما يتصاب. أيوة. انا بقول ده جامد جدا، بس عشان وحشنا الفتره، بس هو رجع احسن من الاول. ما احنا مش عارف ليه ولا هو وحشنا، ولما رجع تألق، فلما تألق يعني قلنا لا ده لعيب جديد. حضرتك قلت لعيب، كلمه مصطلح حلو قوي. طيب انا لعيب جديد قديم. مصطلح حلو، بس انا خايف عليه قوي. من ايه بقى؟ الله يرحمك يا كابتن جوهري. كنت سنة 93 94 ده كنت عالي قوي، كان هو ماسك الزمالك. في أول ست أسابيع كنت باخد نجم الأسبوع في كل أسبوع، لأن كنت عامل فترة إعداد جامدة، فوصلت الفورمة عالية قوي. فبيسألوه، قالوا له عبد قال لهم عبد الجليل إحنا لسه في أول خمس ماتشات، إزاي يوصل لمستوى 80 90% ده في كده؟ فقال لهم هو وصل بدري قوي فهيجي له دروب. فأجاييه أجاي أنا خايف إن هو تكون الفترة دي، عارف أنت حلاوة رجوعه بس من الملعب ماتشين ثلاثة ويبتدي يحصل. طب إيه اللي يحصل علشان نحافظ أو يحافظ على المستوى ويفضل على طول في التوب ليفل؟ يفضل يلعب. يلعب على طول؟ على طول. هل شايف أزارو رجع ما أرجعش يلعب طريقة ناجحة يمشي بيها؟ بس اول واحد اتكلمت عليه اجايي، يعني في كل قلت لك الصفقات قلت لي اجايي على طول. عشان ليه كده؟ ايه اللي شدك في اجايي؟ ايه اللي شدني فيه؟ ان بياخدها على صدره وظهره معوج، اي حد هيفكر ان هو لسه هيعدل عشان يشوط ده، لو هو هي نازله راح اعملها لناصر ماهر حطها لنبيل علي معلول، هو بيعملها وانا بلعبها معاه. فلما لعيب كده دايما دايما والشهاده لا اوباما، الكره اللي هي جايه له كده عملها كده زي رأس الباليه، فاكرها دي في ماتش يعني. بس اللعيب الحلو حلو يعني، ما حدش بيعترف. ده رايك في حسين الشحات ورايك في ياسر ابراهيم، هل حضرتك شايف الاهلي؟ عشان ده سؤال مهم جدا. احلى صفقات يا كابتن مصر. انا كنت لسه اقول لحضرتك، انا دايما بتكلم على الكره العالميه، فشايف ان فريق ليفربول هو اكتر فريق في اوروبا استفاد من صفقاته، دعم بيها المراكز اللي هو محتاجها. يعني اليسون باكر حارس مرمى ليفربول شال عنهم بلاوي كتيره جدا، نفس القصه فيرجيل فان دايك في خط الدفاع. النادي الاهلي انا شايف ان هو الفريق الوحيد اللي في مصر من وجهه نظري ان هو تعاقد مع لعيبه فعلا تسد ليه الثغرات اللي كانت موجوده وماشي بشكل كويس، ولعيبه ما كانتش محتاجه انسجام، لعيبه عندها خبرات عاليه جدا ولعيبه نجوم، فكلهم متالقين مع بعض، واللي يتفرج يقول لك ده بيلعبوا مع بعض من زمان عشان كلهم مهاريين. حسين الشحات مهاري جدا وحافظ المكان دوت. رمضان صبحي حافظ المكان ده جدا وحريف، ومعاهم ناصر ماهر. ما كانش عندنا واحد ناحيه اليمين يعني، معلش كان بيبقى اشوى يا اما الشيخ يا اما احمد حمودي، لعيبه كويسه وكل حاجه بس مش حافظين المكان. يعني حسين من ما كان ساعه المقصه معانا كان حافظ الباك رايت ومن فوق فاكر يا كابتن بدايه حسين مع المقصه كانت ازاي؟ لا انا كنت في قطاع الناشئين، بس هو كان مع ايهاب جلال، بس طبعا كنت متابعه يعني. طلع سنه 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 سنه، ودي الميزه. ما بداش مره واحده، لو طلع زي الولاكي شكرا، انما اما بيطلع سنه 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 زي بوطيف في الزمالك برضه كده. طيب يعني أمم أفريقيا داخلين عليها وعندنا بطولة مهمة، شايف إن فرص منتخب مصر عاملة إزاي في البطولة؟ هل قادرين على الفوز بالبطولة واللي احنا قارناها 2006؟ يعني بس الفوز بالبطولة كابتني الناس خايفة قوي. من إيه؟ التنظيم وعمالين والاستاد. مصر قادرة إن هي تنظم جدا بأمانة. خايفين من إيه؟
الناس قالوا انتوا كان ممكن تعملوا البطوله في القاهره بس. تختلف معاهم يا كابتن؟ حق المحافظات الاخرى في مصر انا عارف. لا انا اختلف طبعا, طبعًا. ازاي القاهره بس يعني صح. لا انا بقول لك بميزه ان هم يقولوا كده. امال لما يروحوا بقى المحافظات ويشوفوا برج العرب واسكندريه واسماعيليه غير كده التمارين اللي هيتمرن في استاد اسكندريه اللي هو بتاع الماتشات هيتمرن مش عارف استاد بطرس يعني مكس الحرس الحدود بالظبط. فدي حاجات سبورتنج اسكندريه فيها ايوه فدي حاجات الحمد لله كويسه. حظوظنا كابتن يعني بصراحه 70 لمصر والباقي بقى للفرق. هيرفي رينارد مدير فني منتخب المغرب قال مصر هي المرشح الاول علشان البطوله في ملعبها. تتفق ولا تختلف معاه ولا بينيمنا؟ طبعا بينيمنا. لا المدربين دي خلاص بقى يعني علينا علينا صحيح بجد يعني. لا انت عارف ان انت معاك فرقتك ومعاك 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 ومعاك, بس هو لازم يقول كده عشان لما يتنيل يتغلب يقول لك اصله اصله اصله. واحنا شربنا من الكلام ده كتير, ومهما يقولوا ومهما يعيدوا بتاع, لا احنا عارفين ان احنا بجمهورنا ان شاء الله بالتزامنا بعدل في الاختيارات. طب وليه تقلت عند كلمه عدل دي قوي؟ ما انت عارف ليه تقلت. انا عايز اعرف. لا انا مش عارف, انا عايز اعرف منك. انت عارف كل حاجه. انت عارف كل حاجه, مع ان انا رمزي حبيبي قوي, بس هو ماله, هو الراجل اسمه ايه؟ مستر اجري. اجري. طب ايه اللي كابتن عبد الجليل شايفه مش عدل؟ ايه الاختيارات اللي ممكن نقول عليها خارج نطاق العدل تم اختيارها لصالح منتخب مصر؟ يا اخي خد وليد سليمان قبل ما يتصاب يا اخي. تكريم يا اخي. نمشيها تكريم. الله يرحمك يا جوهري. يعني صفر ناس كاس عالم تكريم, والعبد لله وثلاثه اربعه قعدنا عشان خاطر احنا لسه صغيرين. كابتن حسن عملها؟ كابتن حسن شحاته لما اخذ الخط حسام حسن وتألق وجاب هدف وكان واحد من وليد اتصاب. محمود علاء معلش يعني هداف المدافع الهداف طبعا. طيب ماشي. يعني 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 عايز اقول لك ايه, عبد الله سعيد ما رجعش. ممكن أمور. هل موضوع السن بالنسبه له ازمه؟ احمد فتحي لعيبه تانية ممكن يكون هو شايف ان هو عايز ينزل بمعدل الاعمار. دي حقيقه. هل حضرتك شايف ان دي ظاهره صحيه ان انت تنزل بمعدل الاعمار علشان خاطر تبني لبطوله كاس العالم اللي جايه؟ ده حقيقي. بس ممكن 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 استثني عبد الله السعيد كتكريم ينهي حياته ببطوله افريقيا. طيب عايز اسالك على المحترفين المصريين. واحد مظلوم اعلاميا, وانا عايز اقول معلومه عشان خاطر يعني ما قلتهاش, هو محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه واحد من اللعيبه اللي انا اعتقد ان من افضل اللعيبه. انا بشوف ان هو زيه زي محمد صلاح, لكن وجود محمد صلاح في الدوري الانجليزي هو ده اللي بيخلينا مركزين مع محمد صلاح قوي وناسيين محمود حسن تريزيجيه. كام يوم يا كابتن عبد الجليل كلنا قرينا اخبار ان كريم حافظ الظهير الايسر لفريق بشكشير التركي انتقل الى فريق قاسم باشا. الكواليس بقى, عشان بس الكلام ده يعني انا تربطني علاقه طيبه جدا بتريزيجيه وعارف اللي بيدور حوالين واللي هيمشي ولا مش هيمشي. كريم حافظ كان هيمشي خلاص, النادي استغنى عنه وما كانش موجود مكان لكريم حافظ في الدوري التركي لاي فريق ان هو يضمه لولا ربنا. ثم محمود حسن تريزيجيه بعلاقته مع رئيس النادي ومع المدير الفني, وان هو اللي توسط علشان كريم حافظ يكون موجود مع الفريق, ما كانش هيبقى موجود. فدي بس معلومه انا حابب ان انا اقولها للساده المشاهدين علشان يبقوا عارفين ان برضو ان احنا المصريين برضو عندنا اصل في الغربه وبنقف جنب بعض, وموضوع مش زي ما ناس كتير ممكن تسمع ان احنا يعني عندنا مشاكل. لكن عايز اعرف منك تريزيجيه مصدوم اعلاميا ولا فين المشكله؟ فين عند تريزيجيه مشكور موجود في الدوري التركي؟ مظلوم فرقيا في الفريق اللي بيلعب فيه. تريزيجيه ده لو بيلعب في نادي من انديه روما ولا انديه في ايطاليا او اسبانيا او انجلترا هيكسر الدنيا. هو بس هي الحته دي. ومين بيتفرج على التركي ده؟ مين؟ احنا ما نعرفش غير مسلسلات بالظبط كده وفنار بخشة ومش عارف, ومحدش برضه بيتفرج عليها. فاهم؟ لولا انتوا بتجيبوا له جوان وي وي وي, انما هو من احسن اللعيبه يعني. انت فاهم رايك فيها يا كابتن فنيا كده يعني؟ كوكتيل كوكتيل يعني, يدافع ويهاجم ويجيب جوان ويعمل سرعه بجد يعني. تعرف انه واخد من افضل تاني او ثالث لاعب في العالم ياخد افضل مراوغات, بيتفوق على هازارد, بيتفوق على رونالدو, بيتفوق على
عثمان ديمبلي على كوتينيو على محمد صلاح في المراوغات. الاسيستات دي يا كابتن والمراوغات دي مش اي حد انت فاهمني. وتريزيجيه من الستايل اللي هو عارف المدملك الصغير اللي بيعمل كده اللي هو بيعدي بيطور من نفسه بيطور من اداءه يا كابتن. جدا بدليل ان هو بيلعب مع فرقه طبعا في نص ونجم النجوم معاه بالظبط كده. ودي صعبه يا كابتن الدنيا. دي صعبه. سهل انك تظهر مع فريق قوي لكن صعب تظهر مع فريق ضعيف. مع فريق ضعيف والعكس صحيح. ممكن برضو ان هم بيسلموا له كل كوره. وهناك الدوري التركي برضو هم فرقتين ثلاثه وفتشني فتش يعني برضو ما نضحكش على بعض. هم بس بيقعدوا يضربوا يعني بيخبطوا في بعض ودي بدي بدي انت عارف ده كره الرجبي. فالحريف هنا بيبان زي تريزيجيه كده. فاتمنى له ان شاء الله باذن الله ان هو بس هو دعامه اساسيه يعني في منتخب مصر ان شاء الله. طيب محمد صلاح طبعا يعني عنده ماتش كمان يا رب. ساعة وربع تقريبا مع فريق ويست هام يونايتد. ساعة ونص علشان بالظبط مع ويست هام يونايتد. شايف فرصه زي الموسم الحالي هل ممكن يعني يحصد مع ليفربول أول بطولة لليفربول من 30 سنة أو يعني حوالي 30 سنة ممكن يقدر ياخد بطولة الدوري معاهم؟ وشايف إن هو هيقدر يحافظ على لقب الهداف ولا الأمور بتزداد صعوبة مع المنافسة الشرسة أجويرو أوباميانج مع عودة هاري كين؟ شايفه هو دلوقتي هو 16 وأجويرو تاني يا كابتن قول لي 16 هدف وتحتيه أوباميانج 15 تحتيهم أجويرو بعد الهاتريك اللي جابه امبارح 14. دوري كل حاجة في ثانية تتغير مفيش حاجة فظيعة. وبعدين هو معاه أوباميانج ده سيب من أجويرو شوية وشوية إنما أوباميانج خطير. أوباميانج هياخد احسن لاعب السنه الجايه في الدوري الانجليزي وفي افريقيا السنه الجايه. طب محمد صلاح ما ياخدش الهداف السنه دي؟ ياخد الهداف. تعرف ان محمد صلاح اخذ للمره الثانيه على التوالي الشهر ده افضل لاعب في الدوري الانجليزي مرتين على التوالي دلوقتي؟ يستاهل. يستاهل صح؟ ولو ما فضلش يقعد يعافر 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 كده. أوباميانج ده جايب اخر فول سبيد عنده مش قادر يحصله. سادو ماني كان عايز يحصله وقع ما قدرش يكمل. عاجبك عقليه محمد صلاح يا كابتن؟ متكامل وكسب من اوروبا. يعني هو كسب من اوروبا واوروبا كسبت منه. هو كسب الثقافه وهم كسبوا منه المهاره واحنا كسبنا الشهره. النني رايك؟ بيحاول بس وجوده في ارسنال وعدم لا هو قرار الرحيل شايف ده غلط ولا صح؟ لا 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 الرحيل طبعا عشان يروح حته يلعب فيها هيظهر انما طول ما هو كده انسى يعني. كابتن شرفين نورتيني واستمتعت جدا جدا بالحوار معاك. انا كنت بكتب تشكيل منتخب مصر في افريقيا اللي جاي. قولوا لي بسرعه. والله العظيم تقولوا لي بسرعه ولا بس هسيب لك واحد انت اللي هتحطه. ماشي. محمد الشناوي جون، محمد هاني باك رايت، محمود علاء مساك، ايمن اشرف مساك، عبد الله جمعه باك ليفت، طارق حامد والسليه، وقدامهم ناصر ماهر، رمضان صبحي شمال، محمد صلاح، وفي ناقص واحد تريزيجيه. يا عيني. ايه رايك في التشكيل ده؟ انا هخليها معايا ونتقابل في البطوله ونشوف مين بجد اللي هيلعب. بجد ايه رايك في التشكيل ده؟ لا والله يعني تشكيل اي نعم في كهرباء وفي 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 بس يعني طيب هنخليه نشوف مين فينا اللي هيلعب. استمتعت بيك يا كابتن ان شاء الله تكون موجوده معانا في حلقات جايه كتير ان شاء الله يا كابتن عبد الجليل. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. وسلم لي على بابا كتير قوي قوي قوي. الله يا كابتن. كنت طبعا واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي ورئيس قطاع الناشئين في نادي مصر للمقاصه كابتن محمد عبد الجليل. واستمتعنا جدا بالحوار معاه. هنروح للفقره الثانيه ونجم النادي الاهلي الكابتن احمد صديق لكن بعد تقرير وتكريم في الدفعه 54 حربيه للنادي الاهلي ونرجع مع الكابتن احمد صديق.